يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هجر صاحب المعاصي غير المبتدع، نعم، هل يعني ذلك عدم، نعم، هل هجر صاحب المعاصي غير المبتدع يعني عدم الكلام معه ولا السلام عليه؟ إذا لم ينفع الكلام معه، إذا لم ينفع الكلام والمناصحة معه يهجر ولا يسلم عليه حتى يتوب إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا وهم من الصحابة، هجرهم ولم يسلم عليهم ولم يرد عليهم السلام، وأمر الناس بهجرهم حتى تابوا إلى الله وتاب الله عليهم.